على حساب عاوتاني الظروف، في الا كان هي داك الشيء وقع لها ماشي بخاطرها تقدر تسترها وتقدر انك فهمتي تقدر دوك الظروف، اما الا كانت هي دايره داك الشيء بخاطرها راه طرد الزمر المولى صافي من الاخر. امبولي ماشي شي حاجه اللي زوينه، حيت وكتكون لافوط منها هي في الاول، حيت هي خصها تقولي لا فيغيتي من الاول تقبلها تزوج، وما تقبلهاش من داك الساعه كل واحد يشد طريقه. من حقه اصلا، حيت الثقافه المغربيه ديالنا هي هادي، يعني البنت لما كانتش فيرج راه ما غيتزوج بها حتى شي حد، هادشي عادي وهادشي باين، وحنا هكا حلينا عينينا في الحياه، يعني البنت خصها تزوج وهي فيرج، ماشي فيرج تحمل مسؤوليتها، هادشي اللي كاين. الا كنت صافي دخلت انا وياها ليله الدخله غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج. هي اول حاجه غادي ما غاديش نتصدم، لان حنا الوقت اللي كنعيشوا فيه ولا هادشي عادي. ثانيا غادي نحاول نوصل لواحد الحل، يا اما الا تفاهمنا على الطلاق وبغات هي نقدروا نطلقوا، سينو نقد نوصل انا وياها لشي حل، لان دابا لا بلوبار ديال البنات هي سون دي فيرج فهمتيني، وما بقاش الاساس انه البنت على العذريه على حسب الشخصيه ديالها وكي غدير تعايش معها. ابخي من حقه انه يتخلى عليها، بالنسبه لانكم الا كانت حتى شي غيلقاو مشاكل في حياتهم، من الاحسن من الاول كما كيقولوا نهار الاول يموت المش. وبالنسبه لان في حاله الا كانت عندها شي ورقه ولا شي حاجه انها كتبت انها تعرضت للاغتصاب وهي صغيره ولا شي مشكل عندها بحال هكا، ماشي غير اي بنت انها صافي ما بقاتش بنت خاصها تزوج، هادشي ماشي من التقاليد ديالنا. الا كانت عاوتاني صرحاتك من الاول تقدر تفكر تقدر تسترها وكذا، اما هي الا جاتك حتى النهار ديال داك الشيء وقالت لك راه شنو كاين راه أطرد داكشي موالي وغادي تفارق عليها، هادشي اللي كاين. جيتك لبابك حبيبي، صديت في وجهي بابك، أيا رداد نصيبي، ما قلت لي مرحبا بك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.